طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض، وهذه أبرز عناوينها اليوم. بوتين يؤكد تواصله مع قادة وزارة الدفاع ويقول بأن العملية العسكرية في أوكرانيا تمثل أولويته القصوى. البرنامج السعودي لتنمية اليمن يطلق مشاريع بمليار ومئتي مليون ريال في 7 قطاعات بحضرموت. مشعر ميناء يستعد لاستقبال نحو 1,200,000 حاج اعتبارا من مساء اليوم لقضاء يوم التروية. ومن ملفاتنا في الرابعة كذلك، ما كنت متوقعة خالص في النزاعات والحروب اللي حصلت دي، ما متوقع اني احد والله. حجاج سودانيون يروون للعربية قصة رحلة الحج في ظل المواجهات والاضطرابات التي تشهدها بلادهم. حياكم الله. هدوء واستقرار أمني يسود المناطق الروسية التي شهدت تحركات لمجموعة فاغنر، حيث أعلن حاكم منطقة فارونيج انسحاب قوات فاغنر من المنطقة، كما غادر مقاتلو المجموعة مواقع سيطروا عليها في ليبيتسك وروستوف جنوب روسيا. بالتزامن مع ذلك، ما زال مكان بريغوجين الحالي مجهولا، إذ لم يكشف هو أو أحد من المقربين منه عن مكان وجوده، إن كان في روسيا أو أوكرانيا أم أنه توجه إلى بيلاروسيا بعد نفيه وفقا لمصادر روسية. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فأعلن في أحدث تصريحاته بعد اتفاق التسوية مع بريغوجين أن ما يشغل باله وتركيزه الآن هو العملية العسكرية في أوكرانيا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أولويته القصوى للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هو ما يبدأ يومه بها وينهيه. أكد بوتين أن روسيا واثقة من تحقيق جميع خططها ومهامها المتعلقة بعملياتها العسكرية في أوكرانيا. أكد أيضا أنه على تواصل دائم وبشكل مستمر مع مسؤولي وزارة الدفاع الروسية. أعلن نائب وزير السياسة الإقليمية والإعلام سيرجي تيورين أعلن رفع جميع القيود المفروضة على حركة وسائل النقل في منطقة روستوف الروسية، بما في ذلك القيود المفروضة على الطرق السريعة، وذلك وفقا لوكالات أنباء الروسية. نائب الوزير أضاف أيضا إلى أن محطات الحافلات والسكك الحديدية عادت للعمل، كما أن جميع الرحلات ستنطلق في موعدها. من موسكو تنضم إلينا مراسلة العربية كاتيا طعم. كاتيا مساء الخير، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة من الرياض. عدد من التصريحات اللافتة اليوم كانت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدد أيضا حتى من المسؤولين الروس تتعلق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وبأنها هي الأولوية القصوى. ما هي أبرز التصريحات التي جاءت في هذا السياق كاتيا؟ مرحبا نايف. بالفعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم كان قد أدلى بتصريحات على خلفية طبعا الحادث الذي وقع يوم أمس وهو تمرد قوات بريغوجين. طبعا هو أكد أنه يتابع أولا مسار العملية العسكرية ليلا نهارا. بالنسبة له طبعا الأولوية هي لإتمام العملية العسكرية وإتمام جميع الأهداف التي بدأتها روسيا هناك في دونباس. طبعا هو كان قد أكد على أهمية زيادة إنتاج التصنيع العسكري لدعم العملية العسكرية ولإرسال طبعا المزيد من الأسلحة وذخائر إلى القوات الأمامية أو في الصفوف الأمامية في منطقة العملية العسكرية. ولكنه أيضا عاد وأكد على ضرورة أن لا تكون الاهتمام بالموضوع العسكري وموضوع زيادة الإنتاج للأسلحة أن يطغى على موضوع اهتمام السلطات الروسية أيضا بالمسار الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية ومعيشة المواطنين.
المواطن الروسي، هذا حدث عنه طبعا الرئيس الروسي بأبرز تصريحاته اليوم. طبعا نايف، على خلفية الحادث الذي حادثت يوم أمس، وهو تمرد قوات بريغوجين، المناطق جميعها في روسيا تشهد عودة الحياة الطبيعية إليها، سواء كانت في منطقة روستوف على الدون وهي منطقة حدودية مع أوكرانيا، بالإضافة لذلك منطقة فارونج أيضا وليبتسك التي شهدت اليوم تراجع أو تراجع قوات فاغنر الخاصة إلى مراكز موضعها الرئيسية وهي في منطقة العملية العسكرية الخاصة. ولكن الكرملين كان قد تحدث يوم أمس عن أن بريغوجين سيتوجه إلى بيلاروسيا بعد أن تم طبعا إجراء محادثات معه من قبل الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو. وبالتالي حتى الآن كما تحدث المركز الصحفي لفاغنر في مدينة بطرسبورغ، تحدث عن أنه حتى الآن بريغوجين لم يخرج ولم يتم التواصل معه، ولا يعرفون حتى الآن إن وصل إلى بيلاروسيا أم لا. نايف، طيب، كثير من التكهنات عن مكان تواجد يفغيني بريغوجين حتى الآن ربما لم تكشف هذه المعلومات. شكرا جزيلا لك على كل حال من موسكو مراسلة العربية كاتيا طعمة. مباشرة أيضا إلى كييف يلتحق بمن هناك مراسل العربية حذيفة عادل. حذيفة، مرحبا بك معي في هذه النشرة. ممكن السؤال الذي يدور في أذهان من يتابع الأوضاع التي حدثت في روسيا، كييف، أوكرانيا، كيف استغلت ما حدث من تمرد لقوات فاغنر على الأرض ميدانيا عسكريا؟ هل اختلف شيء؟ هل طرأ جديد؟ هل سيطرت روسيا أو عفوا أوكرانيا على مناطق كانت تخضع لقوات فاغنر أو سلمت لوزارة الدفاع الروسية؟ أهلا بك نايف. في الحقيقة نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية ما جرى في 24 ساعة الماضية. تحدثت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا مالر وقالت أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت 7 هجمات على 7 محاور في وقت متزامن في مناطق دونيسك ولوغانسك، واستطاعت أن تستعيد مراكز كانت تسيطر عليها القوات الروسية، هذا في الوقت الذي كانت روسيا طبعا مشغولة بالوضع في داخل الأراضي الروسية وهو تمرد بريغوجين وقوات فاغنر، هذا في دونيسك وفي لوغانسك. كذلك اليوم أعلن اللواء الثالث الآلي المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية عن سيطرته الكاملة للضفة الغربية لنهر سيفرسكي دونيسك في منطقة في اتجاه بخموت، في منطقة الدونباس، في منطقة دونيسك تحديدا سيطر عليه، وقال أنه قتل في هذه العملية ما يزيد عن 30 جنديا روسيا وأسر 11 جنديا و57 جريحا من القوات الروسية. أيضا تستمر في اتجاه تافرسكي القوات الأوكرانية في التقدم وتحقيق المكاسب. أما في منطقة خاركيف في اتجاه ليمان وفي اتجاه أيضا في اتجاه كوبنسك، هناك تحاول القوات المسلحة الروسية التقدم، ولكن القوات الأوكرانية استطاعت أن تصد جميع الهجمات في هذا المحور. اليوم تحدثت الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأوكرانية في الجنوب وقالت أن قوات الاتحاد الروسي قامت في آخر 24 ساعة بعمليات استطلاع واسعة، ما يشي بأن القوات المسلحة الروسية سوف تنفذ ضربات صاروخية واسعة النطاق في الجنوب، لذلك كان هنالك استغلال بالفعل. أخيرا نايف، دعني فقط أشير إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بتدمير قوات لقوات قديروف التي كانت تقاتل في مارينكا. مع الأحداث بدأت في الانسحاب من منطقة مارينكا، وكان هنالك قافلة من الجنود تتوجه إلى الداخل الروسي، وقامت القوات المسلحة الأوكرانية بتدمير هذه القافلة. أشكرك جزيل الشكر مراسل العربية من كييف حذيفة عادل، شكرا جزيلا لك. قد تبدو أزمة قائد مجموعة فاغنر العسكرية انتهت مع الوساطة البيلاروسية، لكن ما جرى فتح الكثير من الأسئلة. We'll be right back.
من موسكو ينضم إلينا المحلل العسكري الروسي بافل فليجينهاور. سيد بافل، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة من الرياض. هل يمكن تفسير ما حدث بأن بريغوجين أخطأ في حساباته وبأن بوتين انحاز بالفعل للمؤسسة العسكرية ولم يمسك العصا من المنتصف كعادته عندما يحدث أي خلاف بين فاغنر وبين مؤسس فاغنر بشكل شخصي مع وزير الدفاع الروسي مع وزير الدفاع الروسي شايغو؟ لماذا قرر بوتين أن ينحاز هذه المرة للمؤسسة العسكرية؟ نعم، أن مخرجات هذه الأحداث الدراماتيكية التي حصلت يوم السبت الأمر لم يكن محسوما، والنزاع لم ينتهي الآن، بل هو في حالة جمود. جماعة فاغنر لم تهزم ولم ينزع منها السلاح ولم تعتقل، بل انسحبوا من روستوف إلى جانب كل أسلحتهم من ضمنها الأسلحة الثقيلة والدبابات والمدرعات، والآن بدأوا يركزون قواتهم. فأما هي إجراءات احترازية، ولكن على ما يبدو أنه أيضا لم يعتقل، وهذا يعني أن النزاع ليس في حالة جمود وربما يستأنف في المستقبل، ويبدو أن هناك نوع من الاتفاق تكمن في انسحاب مجموعة فاغنر إلى روسيا البيضاء وتخدم تحت لوكاشينكا كقوات مرتزقة، وهذا يعني أنهم ربما بإمكانهم تهديد موسكو ولكن من الغرب. فهذه ليست بالأنباء السارة للقيادة الروسية والرئيس بوتين، لأن هذا التمرد كما يسمى الآن أظهر عن ضعف الدولة الروسية وقيادتها، القوى سواء على الصعيد العسكري وكذلك السياسي، و بإمكان أو حتى الأشخاص في روستوف حيوا ما قامت به جماعة فاغنر ولم يعاملوهم كفاتحين بل كمحررين. روستوف مدينة فيها مليون شخص من السكان، وهذا يعني بأن الدعم السياسي الذي يستمتع به بوتين. طيب، واضح. هنا أيضا نسأل سيد بافل يعني عن روسيا، عن علاقة بوتين مع مؤسس فاغنر ريفيجيني بروغوجين. هل يمكن أن يتم بعد الاتفاق طبعا الذي حدث ووساطة بيلاروسيا، هل يمكن أن يتم التخلي عن هذه الشركة، عن هؤلاء المقاتلين، عن فاغنر بهكذا سهولة وأن تفكك هذه المؤسسة بعد ما حدث؟ أعتقد بأن بريغوجين الذي بدأ حياته العسكرية كأحد المقربين من بوتين، العلاقة يبدو أنها الآن سيئة جدا، وبوتين أسماه رسميا بالخائن، وبريغوجين منذ فترة وهو يقود حملات ضد النخبة الروسية الفاسدة ويجب أن تطهر، وتحدث مثل الرجل الثوري، وهذا يعني بأن هذا النزاع بينهما لم ينتهي، وحتى النزاع مع جماعة فاغنر وهي كبيرة ومكونة من مدانين سابقين ومسجونين سابقين، المنشقين أيضا من القوات المسلحة والذين قرروا الخروج وتشكيل جيشهم الخاص. هذا النزاع لم ينتهي أبدا، وبلا شك فإن مجموعة فاغنر أظهرت بأنها مسلحة ومقتدرة وحتى متمرسين في المعارك كما ثبتوا في باخموت،
حتى وحدات قوية داخل روسيا لا تستطيع إيقافهم. فإن بوتين أظهر الضعف وسيحاول بالتالي تغيير ذلك وتغيير هذا الشكل. وربما سيحاول التخلص من بريغوجين، ولكن هذا الأمر ليس سهلا أبدا. وحتى تفكيك جيش الخاص سيكون أصعب إذا انتقل إلى روسيا البيضاء كما يبدو عليه الاتفاق إذا خرج من أوكرانيا وذهب إلى روسيا البيضاء. ولكن هناك أيضا الطريق مستقيم بين تلك المدينة إلى موسكو، وسيبقى تهديدهم ثابت ومستمر لنظام بوتين. فهذه الأزمة مستمرة. إذن التخلص من بريغوجين ليس سهلا كما تقول سيد بافل. أنا أشكرك جزيل الشكر. لم يتبقى لدي الكثير من الوقت. من موسكو المحلل العسكري الروسي بافل فليكنهاور، شكرا جزيلا لك. أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتعيين الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن عياف نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير، كما أصدر أمرا ملكيا بتعيين الدكتور هشام بن عبد الرحمن آل الشيخ نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة. أطلق البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن حزمة مشاريع وبرامج تنموية حيوية في حضرموت بقيمة تجاوزت 1,200,000,000 ريال سعودي في 7 قطاعات مختلفة، أبرزها الصحة والطاقة والتعليم بالإضافة إلى قطاع المياه والنقل. البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن أوضح أن هذه المشاريع جاءت ضمن 229 مشروعا ومبادرة تنموية يقدمها البرنامج. ينضم إلينا من خميس مشيط السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر. سعادة السفير، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة من الرياض. عدد من المشاريع تم الإعلان عن تدشينها في حضرموت، ليست المرة الأولى، ولكن ما الذي تمثله هذه الخطوة الآن بالنسبة لخططكم التنموية الاقتصادية لعديد المشاريع والمبادرات التي تقومون عليها في اليمن؟ أهلا وسهلا أخ نايف. الحقيقة هو استمرار لدعم حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله سيدي سمو ولي العهد بن محمد بن سلمان لدعم الأشقاء في اليمن في كل المجالات. وهذه المشاريع حقيقة هي استمرار لمشاريع البرنامج السعودي تنمية أعمار اليمن، واستمرار الدعم المملكة العربية السعودية للأشقاء في اليمن وللحكومة اليمنية. هذه المشاريع حقيقة تتجاوز موضوع أنها عبارة عن مشاريع إلى أنها عبارة عن دعم للحكومة، دعم للشعب اليمني، وبناء القدرات، وتطوير الحالة الصحية، وكذلك التعليم وجميع الخدمات الممكنة من وسائل النقل أو غيرها من الخدمات. طيب، يعني المشاريع ليست فقط في حضرموت سعادة السفير، هناك مشاريع في عدن، في مأرب، في تعز، حتى مشاريع في أراضي يسيطر عليها الحوثيون أيضا كذلك. ما دلالة هذا التركيز على التنمية، على السلام، على أيضا هذه المشاريع أيضا حتى فيما يخص المشاريع الصحية والمستشفيات وغيرها في الأراضي اليمنية؟ كما أسلفت أخ نائب، الحقيقة ما أشرت له هو في عين الصواب. الحقيقة الهدف هو دعم الشعب اليمني في كل مكان، سواء في حضرموت أو في المهرة أو سقطرة أو مأرب أو تعز أو في المناطق السيطر عليها الحوثيين. في الشهر الماضي الحقيقة افتتحنا مع فخامة الرئيس اليمني ودشنا العديد من المشاريع، بعض منها سيتم البدء فيها خلال الأشهر القادمة، والبعض الآخر تم فعلا تسليمها للحكومة اليمنية وبدأ في التشغيل فيها، مثل مستشفى عدن 270 سرير، 50 سرير منها لمركز القلب ويعتبر أكبر مركز قلب في اليمن. وكذلك هناك اليوم فخامة الرئيس افتتح مجموعة كبيرة من المشاريع، بلغت 20 مشروع، بعضها افتتاح بعضها تدشين وضع حجر أساس، من أهمها وأولاها موضوع مستشفى الجامعي في حضرموت، وهو مستشفى كبير جدا ومركز سرطان، يعد أكبر مركز سرطان في اليمن. وهو أيضا سلسلة من المشاريع الصحية سواء كانت في المهرة أو سقطرة أو مأرب أو تعز أو كذلك عدن. وكذلك يجزء من مشاريع ضخمة جدا في مشاريع التعليم، للمستشفى الجامعي، هذا مستشفى جامعي فهو يقدم تعليما وتدريبا للأطباء والممرضين ومساعد التمريض،
بالإضافة إلى دعم للحالة الصحية في حضرموت ولكل ساكني وزائري حضرموت من الأشقاء في اليمن. بسعادة السفير، نحن في موسم الحج هذه الأيام، وأريد أن أسأل عن يعني تفاصيل السماح للحجاج اليمنيين بالقدوم إلى المملكة العربية السعودية مباشرة من مطار صنعاء الدولي. هذه الخطوة يعني هي الأولى من نوعها منذ تقريبا سبع سنوات تقريبا، 270 راكب وصلوا إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة مباشرة. ماذا عن تفاصيل هذا الموضوع؟ شكرا لك أخ نايف. أعتقد العدد أكبر بذلك بكثير، هناك أكثر من 5 رحلات وصلت إلى جدة مطار صنعاء. في نفس الوقت عمرك الهدف هو التيسير والتسهيل على حجاج بيت الله من الأشقاء في اليمن، هو جزء من استراتيجية المملكة في دعم الأشقاء. فهناك الدعم التنموي، هناك دعم الإنساني عبر مركز الملك سلمان إغاثة والأعمال الإنسانية، هناك برنامج مسام لنزع الألغام، هناك أيضا الدعم الاقتصادي للبنك المركزي والدعم للحكومة اليمنية، وكذلك دعم المشتقات النفطية لكل أرجاء اليمن، وكذلك مستشفى السلام في صعدة ومستشفى السعودي في حجة، وكذلك يعني استمرار السفارة الوحيدة في العالم لتأشير منح تأشيرات للأشقاء في اليمن بلغت أكثر من 500,000 تأشيرة. لذلك فهو استراتيجية شاملة لدعم الشعب اليمني، وبإذن الله يحل السلام وتعم التنمية ويعم الاقتصاد كل أرجاء اليمن بحول الله وقوته. موفقين، شكرا جزيلا لك. من خميس مشيط السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر، شكرا جزيلا لك. الرابعة مستمرة وفيها بعد قليل أيضا، قبل يوم التروية مئات الآلاف من الحجاج يؤدون اليوم طواف القدوم. حياكم الله. كشفت وزارة الحج والعمرة للعربية عن بدء عمليات تفويج وتسكين الحجاج بمشعر منى ممن قاموا بأداء طواف القدوم. وأشارت الوزارة أن عمليات التفويج بدأت منذ ساعات الصباح الأولى لحجاج الداخل، حيث تجاوزت أعدادهم 30,000 حاج حتى اللحظة، كما يجري العمل على استكمال أعدادهم والتي تبلغ حوالي 170,000 حاج، فيما ستنطلق مساء اليوم عمليات تسكين حجاج الخارج والبالغ عددهم قرابة 1,200,000 حاج وحاج عبر مسارات وجداول زمنية محددة. من مشعر منى ينضم إلينا مراسل عربية سلطان السلمي. سلطان مساء الخير، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة من الرياض. آخر المعلومات المتوفرة، الأرقام المتعلقة بعمليات تفويج الحجاج لمشعر منى وما استطعت الحصول عليه ربما من تحديثات للأرقام حتى اللحظة. أهلا بك نايف وأهلا بكافة مشاهدي قناة العربية. بالفعل منذ ساعات الصباح الأولى بدأت عمليات تفويج حجاج الداخل إلى مشعر منى. نتحدث أنه أكثر من 30,000 حاج كانوا قد وصلوا حتى هذه اللحظة إلى مشعر منى، وتحديدا إلى مواقعهم دون داخل المشعر منى. فيما يتعلق بحجاج الخارج، سوف تبدأ عمليات تصعيدهم إلى مشعر منى من مقرات سكنهم في العاصمة المقدسة في تمام الساعة 8 صباحا. نتحدث عن أرقام وأحصائيات كبيرة سوف يدلي ضيفنا الدكتور محمد القرني المشرف العام على النقل ورئيس وحدة التفويج بوزارة الحج والعمرة السعودية. بداية أهلا وسهلا بك على شاشة العربية. متى سوف تكتمل أعداد حجاج الداخل لعمليات التسكين في مشعر منى، ومتى سوف تبدأ عمليات تصعيد حجاج الخارج، ومتى سوف تنتهي هذه العملية؟ الله يمسكم بالخير جميع مشاهدينا في القناة العربية. الليلة هي ليلة ابتهاج لنا حقيقة ببدء ضيوف الرحمن قدوم إلى مشعر منى. بدأ عندنا حجاج الداخل في القدوم إلى طواف القدوم، والله الحمد أكمل أكثر من 30,000 حاج طواف القدوم وانتقلوا إلى سكنهم في مشعر منى. الليلة الساعة 8 بإذن الله تبدأ عندنا مرحلة تصعيد حجاج الخارج إلى مشعر منى. سيكون عندنا بإذن الله 1,050,000 حاج سيتم نقلهم الليلة إلى حتى صباح الغد. تستمر العملية من الساعة 8 إلى الساعة 10 يوم الغد، 14 ساعة لتفويج حجاج التروية، ويمثلون 60% من الحجاج في هذا العام،
وهذا ولله الحمد سيتم نقلهم على 17 مسار للدخول إلى مشعر ميناء بتنظيم وبتوقيتات زمنية محددة حتى ما يكون هناك تكدس للحافلات على المسارات. فهناك طرق محددة للدائر الرابع، الدائر الثالث، الدخول من وسط ميناء، الدخول من شمال مكة المكرمة وجنوبها، حتى نضمن بإذن الله دخول الحجاج في يسر وسهولة. هذا العدد يدخل في مسارات متعددة بما يتجاوز 6400 حافلة تنقل هؤلاء الحجاج. سيستكمل بإذن الله الليلة ويوم الغد حتى ظهر يوم الغد وصول حجاج الداخل بعدد ما يقارب 180 ألف حاج قدوما إلى مشعر ميناء بإذن الله. هذه المرحلة ستمثل عندنا استكمال التروية ظهر يوم الغد بإذن الله في مشعر ميناء، وهذا مطمئن ولله الحمد. كل حجاج الخارج وصلوا إلى مكة المكرمة ولله الحمد، بقي حجاج فرادة يصلون إلى المنفذ الجوي في جدة، الليلة بإذن الله يستكملون طواف قدومهم وجودهم إن شاء الله في مكة المكرمة. نتحدث عن نسبة 60% سوف يقضون يوم التروية في مشعر ميناء، ماذا عن 40% من بقية الحجاج؟ 40% بإذن الله سيبدأ من يوم الغد صباحا تصعيد لهؤلاء الحجاج إلى مشعر عرفات، وهؤلاء الحجاج غير المستهدفين بالتروية، تبدأ من الساعة 8 صباحا يوم الغد لعدد كبير من الحجاج ومنهم حجاج اندونيسيا بما يتجاوز 180 ألف حاج، يتم تصعيدهم في صباح يوم الغد إلى مشعر عرفات، ويستكمل هذا الرقم بحدود 700 ألف حاج يتم تصعيدهم مباشرة من مشعر من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات استعدادا للحج الأكبر إن شاء الله بعد الغد. ستبدأ مرحلة التصعيد إلى عرفة من التروية من ميناء مساء يوم الغد الساعة 8 بثلاث مسارات النقل الترددي، وسيخدم 750 ألف حاج، وهناك حجاج النقل التقليدي وحجاج القطار المستهدف هذا العام بنقل 325 ألف حاج في التصعيد إلى مشعر عرفات. الحدث الأكبر هو العودة من مشعر عرفات مرورا بمزدلفة إلى ميناء، هذا الحدث المهم جدا، أولا لاستكمال العدد في عرفات على مدة ساعات متعددة سواء كان التصعيد من مكة أو من ميناء. الإفاضة من عرفات هي لحظات مهمة جدا، كون الحجاج كلهم موجودين في مشعر عرفات ولحظة الإفاضة 6 ساعات فقط من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، وهي على 3 مسارات كما ذكرت النقل الترددي، ويخدم 758 ألف حاج بعدد ردود تصل إلى 8 ردود ما بين عرفة مزدلفة. عندنا النقل التقليدي نظام الرد ونظام الردين، وهذا يخدم ما يقارب 870 ألف حاج بالإضافة إلى 325 ألف في قطار المشاعر. تكتمل بإذن الله هذه المرحلة قبل الساعة 1 ليلا بإذن الله باكتمال الحجاج من عرفة إلى مشعر مزدلفة بإذن الله. شكرا لك، كان معنا المشرف العام على النقل ورئيس وحدة التفويج بوزارة الحج والعمرة، أدلى بالكثير من الأرقام والتفاصيل الخاصة بنشرة الرابعة، أرقام وإحصائيات وجداول زمنية ومسارات متعددة، كل ذلك لتنظيم عمليات تصعيد الحجاج وحتى يعني يأخذوا يعني رحلتهم وتنقلهم داخل المشاعر المقدسة بكل راحة وطمأنينة. شكرا جزيلا لك، ودائما هالأرقام والمعلومات يا سلطان تكون حاضرة معك. من مشعر ميناء مراسل العربية سلطان السلمي، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا، سلسلة من الاستعدادات الطبية جهزتها وزارة الصحة السعودية استعدادا لحج هذا العام، بين تجهيزات ميدانية وافتراضية وأخرى على 14 منفذا حول المملكة، نتابع. استعدادات الصحة في حج 2023، خدمات صحية في 14 منفذا بحريا وبريا وجويا، 32 مستشفى منها ميداني وافتراضي، 140 مركزا صحيا بها أكثر من 6000 سرير، بالإضافة إلى 32 ألف ممارس صحي، 190 سيارة إسعاف، و16 مركز الطوارئ على جسر الجمرات في مشعر ميناء. يواصل اليوم في مكة مئات آلاف الحجاج أداء طواف القدوم في موسم حج هذا العام، حيث أعلنت الداخلية السعودية عن وصول أكثر من 1,600,000 حاج من خارج السعودية، متجاوزا بذلك أعداد الحجاج في العام الماضي. هذا ويتواصل توافد الحجاج أيضا إلى مشعر ميناء مساء اليوم استعدادا لقضاء يوم التروية.
غدا الاثنين قبل أداء الركن الأكبر للحج بالوقوف على صعيد عرفات بعد غد الثلاثاء. ومن مكة المكرمة ينضم إلينا مراسل العربية عبد الرحمن العصيمي. عبد الرحمن مساء الخير، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة. قبل قليل أرقام مهمة وإحصائيات ومعلومات أيضا أخذناها مع زميلنا سلطان السلمي. أسألك أنت أيضا عن أبرز الاستعدادات التي رصدتها لوصول حجاج الداخل إلى مكة المكرمة وأبرز المشاهدات أيضا. أكيد عبد الرحمن إذا كان في أرقام ومعلومات يعني تهمنا. كبيرة بكل تأكيد نايف، يعني هناك تجهيزات كبيرة تبديها السلطات السعودية على رأسها طبعا القطاعات الأمنية بكافة أشكالها لاستقبال الحجاج. الليلة ستبدأ عملية التفويج لحجاج الخارج وهم يشكلون النسبة الأكبر من الحجاج. على رأس هذه القطاعات طبعا الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية والتي تتحكم بحركة النقل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. للحديث أكثر عن هذا الجانب ينضم إلي سعادة العقيد منصور أشكارة المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمرور. سعادة العقيد، بداية ما مدى جاهزية المرور لاستقبال الحجاج خلال تفويجهم إلى مشعر ميناء؟ الله يمسيك بالخير أخوي عبد الرحمن ومسا كل من يشاهدنا عبر قناة العربية، أهلا وسهلا. قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور على أتم الجاهزية ونعمل على ضبط الحركة المرورية وتنظيم الحركة المرورية والانتشار على كافة الطرق والميادين وشبكة الأنفاق داخل مكة والمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وكذلك المدينة المنورة، إسهاما لوصول حجاج بيت الله الحرام إلى مكة والمشاعر المقدسة من جميع الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، وذلك لوصولهم بأمن وسهولة وأمان. رجال المرور ينتشرون في كافة الطرق والميادين والتقاطعات وذلك لضبط وإدارة وتنظيم الحركة وكل ما من شأنه التيسير والتسهيل على حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا نسكهم بأمن وأمان. سعادة العقيد، احنا الآن في نقطة نقطة أمنية للمرور في طريق الملك عبد الله، النقطة العلوية. ما هي الخطط الموضوعة بالنسبة للمرور لتفويج الحجاج وأيضا سهولة حركتهم؟ هناك جهود عظيمة تبذلها الدولة عزها الله في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، وقوات أمن الحج لشؤون المرور تعمل وفق خطط واضحة ومحددة تشغيلية تبدأ على مراحل. أحد هذه الخطط هو نقطة التحكم والفرز المركبات المصرح لها لدخول المشاعر المقدسة. لدينا أحد قيادات قوات أمن الحج لشؤون المرور وهي قوة المنع والتحكم والخطوط وضبط الدراجات النارية، ونعمل فيها على التأكد من تصاريح المركبات والتأكد من أن جميع المركبات مركبات مصرح لها بدخول مكة والمشاعر. أي مركبة لا تحمل تصريح من دخول المشاعر المقدسة؟ نعم هذا صحيح، وكل ذلك في شأن خلو المشاعر المقدسة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وضمان تنقلاتهم بيسر وسهولة. شكرا سعادة العقيد. يعني نايف، كما سمعنا من سعادة العقيد هناك حرص كبير من المرور على ضمان سلاسة الحركة وأن لن تدخل أي مركبة إلى المشاعر المقدسة سواء سيارة أو دراجة نارية من دون تصريح من السلطات السعودية لضمان انسيابية الحركة داخل المشاعر المقدسة. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات على الصورة اللي نقلتها لنا من مكة المكرمة مراسل العربية عبد الرحمن العصيمي. شكرا يا عبد الرحمن. أعلن نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط أن الوزارة أصدرت 1,800,000 تأشيرة إلكترونية للحج في وقت قياسي هذا العام. كما أكد أيضا أن جاهزية الوزارة للحج تبدأ منذ انتهاء موسم الحج السابق، حيث تم إطلاق المنصات الرقمية لتقديم طلبات حجاج الداخل مبكرا قبل بدء الموسم بستة أشهر. أما عن حجاج الخارج فقد تم تطبيق برنامج نسك منذ السنة الماضية والتي اعتمدت على أداء غالبية أعمالها بشكل تقني. كما أشار أيضا مشاط إلى وضع 5 نقاط لنقل الحجاج من ميناء إلى الحرم وفق مسارات محددة. من مشعر ميناء ينضم إلينا وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة عايض الغوينم. سيد عايض حياك الله معي في نشرة الرابعة من الرياض. يعني قبل ساعات من توجه الحجاج إن شاء الله إلى مشعر ميناء، نريد السؤال عن آخر الأرقام للأعداد
النهائية المحدثة لحجاج هذا العام الداخل والخارج. في البداية الله يسعد مساكم بكل خير من هنا من مشعر ميناء، حيث اكتملت الجاهزية لكل الفرق الميدانية لاستقبال ضيوف الرحمن، حيث وصل إلى مكة حتى صباح اليوم أكثر من 1,700,000 حاج من خارج المملكة، ويصل خلال الرحلات القادمة لليوم وغدا صباحا قرابة 200,000 حاج من الداخل. جميع الحجاج يتوافدون إلى مكة المكرمة إلى مساكنهم، ومن ثم يقومون بأداء طواف القدوم. البعض منهم تم نقله إلى مشعر ميناء مبكرا، وسيتم العمل على تفويج الحجاج من مساكنهم في ميناء مساكنهم في مكة إلى مشعر ميناء ابتداء من الساعة 8 الليلة بإذن الله. ملامح هذه الخطة نقل الحجاج إلى ميناء سيد عايض كيف ستتم؟ يعني في سياق أن أنتم طبعا عملتوا الكثير من المحاكاة والخطط أيضا قبل بداية حج هذا العام، فأسأل عن هذه الخطة كيف ستنفذ على الأرض ميدانيا؟ بلا شك أن الفرضيات التي تم عملها خلال الأربع أشهر الماضية 3 فرضيات لاختبار جميع أنماط النقل، سواء النقل الترددي أو النقل التقليدي، وكذلك تم اختبار النقل من خلال قطار المشاعر. اليوم سيبدأ معنا أول مرحلة من مراحل النقل والتفويج، وهي نقل الحجاج من مساكنهم في مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة وبالأخص إلى مشعر ميناء. يشارك قرابة 20,000 حافلة لنقل الحجاج على 27 مسار مختلف، نضمن من خلالها نقل الحجاج بكل يسر وسهولة، ويضمن وصولهم إلى مخيمات ميناء بكل أمان بإذن الله. ممتاز. أمس كنتوا أعلنتوا عن مشروع بطاقة الحج سيد عايض، ماذا عن هذه البطاقة وش تتضمن؟ ما الذي ستقدمه للحج هذا العام؟ طبعا بطاقة الحج الذكية هي واحدة من المبادرات التي تم توظيف التحول الرقمي لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تم إصدار بطاقة الحاج الذكية والتي تسلم للحاج وتسهل عملية تنقله بين المشاعر ومن وإلى المسجد الحرام، بالإضافة إلى توفر المعلومات الرئيسية أو المعلومات الأساسية التي يتم طباعتها على البطاقة، وباستخدام الباركود الموجود على البطاقة يتم معرفة تفاصيل الحاج التي تخدمه في حال حصوله على أو حصول أي طارئ للحاج، بالإضافة إلى استخدامها في عملية إرشاد التائهين. طيب في بعض الحجاج اللي يصلوا من بعض الدول، ربما يعني الدول الفقيرة أو غيرها، اللي مثلا ما يمتلكوا الأجهزة الذكية الهواتف المحمولة، كيف حتتعاملوا معهم في مسألة بطاقة الحج؟ بطاقة الحج متاحة عن طريق تطبيق نسك، وبالإضافة إلى إتاحتها رقميا هي كذلك موجودة مطبوعة تسلم للحاج فور وصوله إلى أراضي المملكة العربية السعودية، حيث تضمن وجود بطاقة مطبوعة معلقة في عنق الحاج تمكنه من التنقل من وإلى المشاعر وإلى المسجد الحرام، وكذلك للتعرف على مواقع نزولهم ومواقع مخيماتهم في حال احتاجوا الى ارشاد. اخيرا فقط يعني تحديث على الارقام سريع، نتحدث على 1,700,000 سيصلون من خارج المملكه، و200,000 شخص من حجاج الداخل، نحن امام تقريبا 1,900,000 عدد حجاج هذا العام تقريبا. قد يكون اكثر بقليل، اللي وصل الى اليوم قرابة 1,700,000 وقرابة 200,000 سيصلون من داخل المملكة. لسه كمان في حجاج من الخارج حيصلوا إلى جدة. حجاج الخارج آخر الرحلات ستصل اليوم، وبالتالي بنهاية هذا اليوم يكون الإحصائية الدقيقة لعدد الحجاج الذين وصلوا من خارج المملكة. بالتوفيق لكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك من مشعر ميناء، انضم إلينا وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة عايض الغنم. شكرا سيد عايض. تسببت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني والدعم السريع
في داخل السودان بانخفاض الحصة الكاملة للحجاج هذا الموسم، وبلغت 14,000 حاج بعدما كانت تصل إلى أكثر من 32,000 حاج سنويا. التفاصيل مع زميل سلطان السلمي من مكة. هبة الله صديق حاجة سودانية لم تكن تتوقع ظهور اسمها ضمن قوائم المقبولين لحج هذا الموسم جراء انخفاض نسبة أعداد الحجاج للسودان في ظل الظروف القاسية التي فرضتها الحرب الدائرة والمعاناة التي عاشت تفاصيلها قبل وصولها إلى مكة. أنا حاجة من الخرطوم، وقدم لي أخوي، أنا وأمي وأبوي ثلاثة يعني قدم لينا من برا السودان، وقدم لنا لولاية النيل الأبيض، لأنه طبعاً هناك في الخرطوم ما في طريقة إنك تقدم، في الدموم وفي حاجات كثيرة يعني، في جثث مجدعة، في حاجات كثيرة حاصلة يعني، في جوع، في عطش، الكهرباء بتكون قاطعة، الموية ما في، في أطفال مجدعين، أطفال ميقومة مجدعين، أطفال كثيرين ماتوا جثث في الشوارع، عشان كده ما لقى طريقة يقدموا لنا. وبعدين ما في زادوا حتة فاتحة عشان الزول يقدم منا، هو قدم لنا عن طريق النيل الأبيض. 32,000 حاج، الحصة الكاملة لحجاج جمهورية السودان سنويا، والتي انخفضت هذا الموسم إلى 14,000 حاج فقط. كنت ببكي إنه أنا سبحان الله يعني خلاص ربنا أراد لي إني أحج، يعني ما كنت متوقعة خالص في النزاعات والحروب اللي حصلت دي، ما متوقع إني أحج والله، لكن الحج ده سبحان الله ربنا لما يناديك ويجي اسمك في المنادي خلاص الحمد لله رضيت، والحمد لله دي قسمة ربنا إنه جعلنا إننا حج. ميناء جدة الإسلامي هو بوابة العبور إلى المشاعر المقدسة بعد توقف الملاحة الجوية في السودان، مما أعاق اكتمال وصول كافة الحجاج حتى اليوم. من مكة المكرمة، سلطان السلمي، العربية. أنا كسوداني أدعو الله أن يهيئ الأمن والسلام والاستقرار لبلد الحبيب بلد السودان، أن يطفئ نار الفتنة وتوقف الحرب ويعود الجميع للسودان كما كان أو أحسن مما كان. وجدنا صعوبة نسبة لعدم توفر الوقود، الوقود غير متاح، وارتفاع أسعار الوقود أدت ارتفاع الأسعار، أدت الأجرة زادت، مما مثل ضغط إضافي على الحجاج، ولكن في سبيل الله كل ذلك يهون. السودان إن شاء الله يستقر كما كان إن شاء الله يا رب، وادعينا في الحرم في المدينة وهنا في مكة إن شاء الله لما يوم الوقوف بعرفة بفضل الدعوات. يعني إحنا هنا إن شاء الله شغالين، إحنا هنا دعواتنا وندعو نستثمر هذه الفرصة، ونطلب من كل المسلمين إنه يدعوا إنه العالم الإسلامي يكون في استقرار وفي أمن وأمان، ويدعو لأخوانه في السودان إنه البلد تستقر والناس تكون ماشية في أمن وأمان إن شاء الله. بدأ اليوم انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر لموسم الحج التي تستمر لسبعة أيام، حيث يتم خلالها نقل الحجاج بين محطاته التسع في ميناء وعرفات ومزدلفة بطاقة استيعابية للمحطة تصل إلى نحو 15,000 شخص. قطار المشاعر يمتاز بتغيير حركته التشغيلية بين محطاته التسع بناء على حركة الحجاج أثناء تأدية المناسك، حيث يصل عدد استيعاب المحطة إلى 15,000 شخص. أما منطقة انتظار القطار فقد خصصت لاستيعاب 3,000 شخص، وتوجد أيضا ساحات سفلية تستخدم كمناطق انتظار إضافية تصل طاقتها الاستيعابية إلى 9,000 شخص. أما منطقتا الدخول والخروج فقد بلغت طاقتهما الاستيعابية إلى 3,000 شخص. لأول مرة في تاريخ مطارات السعودية يسجل مطار الملك عبد العزيز الدولي 151,000 مسافر عبر 900 رحلة خلال يوم واحد فقط. العربية تكشف تفاصيل خطط المطار التشغيلية في هذا التقرير. استطاع مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة النجاح باستقبال أكثر من 850,000 مسافر في 34 يوماً، هي فترة قدوم الحجاج من الخارج دون تسجيل مشاكل
في حركة المسافرين أو أمتعتهم. هذه صالة الحجاج في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، أنشئت قبل 40 عاماً، ولكنها لم تستغل بالطريقة الأمثل طوال الفترة الماضية لمواكبة هذه الأعداد الكبيرة من الحجاج سنوياً. اليوم وبفضل الخطط التشغيلية لمطار الملك عبد العزيز الدولي، تعمل هذه الصالة بكفاءة عالية وبجهد أعلى. الدور الأكبر في نجاح مطار المؤسس بهذا التحدي الجديد كان بفضل الاعتماد على مراكز التحكم المتقدمة تقنياً والمرتبطة ب27 جهة حكومية تدعمها خطط للطوارئ اعتمدت قبل بدء الموسم، وتعمل على تنفيذها فرق مدربة بمعايير عالمية. طبعاً المركز يضم أكثر من 30 جهاز أو نظام تقني عالمي يعمل وفق معايير صناعة الطيران الدولية، وكذلك يواكب خصوصية التعامل مع ضيوف الرحمن عشان نحتفي بهم بالضيافة السعودية وحسن الاستقبال. لن يطمئن موظفو مطار الملك عبد العزيز وقادته إلا عند انتهاء مغادرة الحجاج بعد أداء مناسكهم، كون مغادرة 1,200,000 حاج عبر المطار خلال فترة زمنية قصيرة تعد التحدي الأكبر للمطار. من جدة، نواف عزيز، العربية. أيام العشر الأولى من ذي الحجة لها أهمية خاصة عند المسلمين، فتجتمع فيها الصلاة والصيام والحج والصدقة. التفاصيل في تقويم مع خالد الزعاق. أمهات العبادة أربعة: الصلاة، الصيام، الحج، الصدقة، وجميعها اجتمعت في العشر ذي الحجة، ولهذا لها أهمية خاصة على سائر أيام السنة وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. ولأهميتها خصت بأسماء لتمييزها عن غيرها: يوم التروية، اليوم الثامن، يوم عرفة، اليوم التاسع، يوم الإضحى، اليوم العاشر، أيام التشريق 11 12 13. وجميعها خصت بها أفضل البقاع: مكة أرض بها البيت المحرم، قبلة للعالمين له المساجد تعدل، وبها المشاعر والمناسك كلها، وإلى فضيلتها البرية ترحل. وحتى يأمن الحجيج في حلهم وترحالهم، حرم العرب القتال في الأشهر التي قبل الحج وبعده: ذا القعدة وذا الحجة ومحرم. وأقر الإسلام هذا التحريم، والحج يربي الأنفس على الفضائل. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ختام الرابعة بأبرز عناوينها: بوتين يؤكد تواصله مع قادة وزارة الدفاع ويقول بأن العملية في أوكرانيا تمثل أولويته القصوى. البرنامج السعودي لتنمية اليمن يطلق مشاريع بمليار ومئتي مليون ريال سعودي في 7 قطاعات بحضرموت. مشعر ميناء يستعد لاستقبال نحو 1,200,000 حاج اعتبارا من مساء اليوم لقضاء يوم التروية. يعني ما كنت متوقعة خالص في النزاعات والحروب اللي حصلت دي، ما متوقع اني احج والله. وحجاج سودانيون يروون للعربية قصة رحلة الحج في ظل المواجهات والاضطرابات التي تشهدها بلادهم. الرابع انتهى، شكرا لكرمي ولطف المتابعة، اعود ألقاكم يوم غد في رعاية الله. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.